أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواع الجوية والتي تأتيكم ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع تصريح رسمي من قبل الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم السبت الموافق 8 من كانون الثاني، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي يتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أقسامها الغربية وحدوث عواصف رعدية. درجة الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. وفي الضباب تنخفض مديات الرؤية لتصل إلى أقل من 50 متر بسبب كثافة الضباب، والذي لاحظناه خلال ساعات الصباح لهذا اليوم. المنطقة الشمالية الطقس غائم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية. درجة الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق. الرياح جنوبية شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون منخفض بسبب كثافة الضباب. أيضا المنطقة الجنوبية الطقس صحو إلى غائم جزئي. درجة الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. الرياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. بينما درجات الحرارة التقريبية لهذا اليوم نبدأ أولا من العراق وكذلك من العاصمة بغداد. صغرى سجلت بغداد لهذا اليوم 10 درجات، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة. طقس غائم جزئي في العاصمة بغداد لهذا اليوم. البصرة سجلت صغرى لهذا اليوم 12 درجة، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة. طقس غائم جزئي في البصرة لهذا اليوم. أربيل سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة والطقس غائم جزئي في أربيل لهذا اليوم. كربلاء المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس غائم جزئي في كربلاء المقدسة لهذا اليوم. ذي قار سجل الصغرى لهذا اليوم 9 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس غائم جزئي في ذي قار لهذا اليوم. السليمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 9 درجات والطقس غائم ممطر في السليمانية لهذا اليوم. بابل سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس غائم جزئي في بابل لهذا اليوم. ميسان سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس غائم جزئي في ميسان لهذا اليوم. دهوك سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس غائم جزئي في دهوك لهذا اليوم. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 11 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة والطقس غائم جزئي في الأنبار لهذا اليوم. النجف والأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس غائم جزئي في النجف الأشرف لهذا اليوم. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس غائم جزئي في الديوانية لهذا اليوم. الموصل سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 15 درجة والطقس غائم جزئي في الموصل لهذا اليوم. ديالى سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى،
بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 9 درجات والطقس غائم جزئي في ديالى لهذا اليوم. واسط سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس غائم جزئي في واسط لهذا اليوم. صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات فقط كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 11 درجة والطقس غائم جزئي في صلاح الدين لهذا اليوم. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس غائم جزئي في المثنى لهذا اليوم. كل المؤشرات والخرائط الجوية تؤكد بأن هناك موجة ممطرة ستشهدها أغلب المدن العراقية. هذه الموجة الممطرة ستبدأ من مساء يوم غد وتمتد لغاية صباح أو فترة الظهيرة ليوم الأربعاء. هذه الموجة ستتركز في مناطق الوسط والمناطق الغربية. هذه هي تكهنات وخرائط أولية لربما تزداد الحالة الممطرة وتشمل مناطق أكثر والمناطق الشمالية وكذلك المناطق الجنوبية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من المدن المقدسة وعواصم الدول المجاورة. مشهد المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 0 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها توقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس مشمس في مدينة مشهد المقدسة. المدينة المنورة سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 18 درجة والطقس مشمس في المدينة المنورة لهذا اليوم. الكويت العاصمة سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 17 درجة والطقس مشمس في الكويت العاصمة. دمشق السورية سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 17 درجة والطقس مشمس في دمشق السورية. عمان الأردنية سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة والطقس غائم جزئي في عمان الأردنية. اسطنبول التركية سجل الصغرى لهذا اليوم 4 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس مشمس في اسطنبول التركية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من عواصم الدول العالمية. عاصمة الضباب لندن سجل الصغرى لهذا اليوم 7 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 12 درجة والطقس غائم ممطر في عاصمة الضباب لندن لهذا اليوم. برلين الألمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 5 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 9 درجات والطقس غائم جزئي في برلين الألمانية لهذا اليوم. ستوكهولم سجل الصغرى لهذا اليوم 1 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 2 درجة والطقس غائم ممطر مع موجة من الثلوج في ستوكهولم. كوبنهاجن الدنماركية سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 7 درجات والطقس غائم جزئي مع موجة من الأمطار في كوبنهاجن الدنماركية. باريس الفرنسية سجل الصغرى لهذا اليوم 9 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 11 درجة والطقس غائم ممطر في باريس الفرنسية لهذا اليوم. هذا كل ما رصدناه عن حالة الطقس في البلاد وعدد من عواصم الدول المجاورة والمدن المقدسة وعواصم الدول العالمية. دائما نلتقي على المحبة والود.
بعد العاشرة صباحا، وهذه عودة مرة أخرى إلى إسراء وليلى لإكمال ما تبقى من فقرات برنامج صباح كربلاء.